شباب، شلونكم؟ شخباركم؟ ياكم عبد الله سمير من المدرسة العلمية، من المدرسة العراقية الألمانية. اليوم عندنا كنا تشوفون تمثيل البيانات بالأعمدة. شلون راح نحل؟ ناخذ لنا المسطرين. أنا دائما أركز شوية، إذا ما تنفتحين تاخذون القلم ولازم منقط وتسووها بطريقة حرفة وتاخذونها. تجي منه تعدل المسطرة تعديل هيك، وتاخذ لك القلم. هسه هل عدلها؟ وانا ما اخذ القلم منه. نحسب لوين؟ للثمانية. واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة. نعدل شوية من الخط. أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. زين ليش أخذنا ثمانية هنا سبعة؟ ليش؟ لأن راح نضيف الصفر راح ينحسب رقم وناخذ النهاية هيك. راح نبدأ منه. صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. وين راح نخليها؟ هنا ثمانية. شو راح نجي؟ نجي خط ثاني. نجيب المسطرة نسوي خط ثاني. نجي من نايا من السبعة وناخذ المسطرة ونجي من نايا من السبعة ونجر خط عدل عدل. يلا نجي نجر خط ثاني. جينا يلا نحسب. واحد، اثنان، ثلاثة صارت، ثلاثة، أربعة، ستة، خمس، سبعة. صارن سبعة. نجي هسه بعد الكرة هسه كسرت سبعة. كرة التنس توي ناخذ لنا هذا اللون يا حباي، وتلونوها لازم تلونوها، لأن مثل ما تشوفون بالدفتر الخطوة الأولى تسوون عمود، الخطوة الثانية تلونونهم حسب العمود، وهاي الخطوة الثالثة انتم كيف تريدون تسووا عمودي او افقي. زين بس بالطريقة الاولى لازم شو تسووها؟ لازم تسووها بالطريقة الاولى والثانية. بقى هاي اني حليتها وحدي ويا امي، ها، وقاعد افهمكم هسه الموضوع. هيك الطريقة ترى الحل. إذا أنتوا شفتوها صعبة ترى هي، بس تجربوها راح تشوفوها كل السهلة. والدرس ممتع، أنا عجبني الدرس. وباي شباب.